ونحن مستعدين أن نساهم في دعم هذه الفكرة. وكيف تعرفوا احنا في الصحراء الغربية نعاني من غياب السلم والأمن منذ 35 سنة، لأن الجمهورية الصحراوية مجزأة إلى قسمين: قسم تمارس عليه الجمهورية الصحراوية السيادة، وجزء يحتل من طرف المغرب. إذن احنا نفتقد للسلم، ونحن نطمح للسلم، ونحن قدمنا كثير ونقدم كثير من المبادرات من أجل السلم، ونحن نتعاون مع الاتحاد الإفريقي ومع الأمم المتحدة من أجل السلم. السلم مبني على أساس تصفية الاستعمار وتنظيم استفتاء حر وديمقراطي لتقرير مصير الشعب الصحراوي. إذن كثير من المبادرات في الأراضي المحررة من الجمهورية الصحراوية من خلال عمل النساء، من خلال عمل الشباب في المجال الرياضي، في المجال الثقافي، وفي الأجزاء المحتلة من الجمهورية الصحراوية كذلك. هناك كثير من المجهود نبذلوه من أجل السلم. وفي الأشهر الأربعة الأخيرة من هذه السنة سنقوم بالكثير من المبادرات لإحياء سنة السلم في أفريقيا. إحنا حسب ما لمسناه هنا في القمة ومن خلال ما تبذل مفوضية الاتحاد الإفريقي من أجل السلام والأمن، نحن متفائلون جدا، وشعورنا أن هناك وعي متنامي في القارة الإفريقية من أجل السلم، من أجل التعاون. إذن نحن متفائلون